السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. نعتذر عن السحب الطويل عن محاكي المزرعة ومحبين محاكي المزرعة، بس ولكن يعني همتكم قليلة جدا على القناة، جد ما بتحطوا لايكات ولا بتحطوا اشتراكات ولا بتطلبوا، ما بتكتبوا تعليقات انكم محاكي المزرعة، فلذلك سحب عليها. المهم بهذا الفيديو ان شاء الله رح نحكي عنها. طبعا قبل ما نبلش، في تحديث نزل جديد وتوسعة نزلت لمحاكي المزرعة، رح فرجيكم اياها واخذ رايكم فيها. اذا عجبتكم ممكن نشتريها، ما عجبتكم حتى نكنسل عليها. انا عني وعلي انا ما عجبتني، انا فيها كم ماكينه بس زياده، بس يجب ان نخبركم عنها ونورجيكم عنها بشكل تفصيلي. طبعا اول شيء بس خلينا نسكر اللعبه وبنروح على التوسعه الجديده. طبعا انا من فتره حكيت لكم انه في توسعه رح تجي وفيها شغلات، وانا كنت متامل انه تجي الشغلات اللي انا بدي اياها، بس ولكن لما اجت الشغلات هاي طلعت بيض صراحه، ما اجى فيها اللي انا توقعته انه رح يجي فيها، فلذلك لقد كنت حزينا جدا لهذا السبب يعني صراحة. ها هي توسيع هون، تعال ندخل هون. كما ترون سادتي المشاهدين، ننزل لتحت، اسمها الألب. طاقة موسم ليك، ها هي، بس ليش ما يطلع صورتها؟ المهم ها هي التوسعة، راح فرج نشغل الفلوس على الشاشة. يعني هون عم بيستعرضوا المنطقة بالأول، يعني ما شفت أنا فيها الشيء مثل ما يقول كرياتر زيادة. يعني أنا صراحة كنت متوقع إنه يسووا اللي قلت لكم عليه، إنه يصير مدينة كبيرة وكل الناس، يعني خلوا مثلا عملوا توسعة فالناس تدخل عليها، بتروح تلعب بالألعاب الثانية، بتجمع مصاري، بعد ما تجمع مصاري بتدخل على هاي المود، بتصرف مصاراتها، تشتري شغلات غريبة، تطلع كرياتيف اكثر. بس مثل هيك يعني ما في، بس نزلوا كم ماكينه بتنزل تطلع فيها وبس. يعني شوفوا هون مورجينا كم قصابه، في عندك مثل هي بتلم عشب، يعني اساسا يعني اكثر شيء نحن نحتاج له هي الكميات الكبيره. يعني واحد بس مشي امره وصاري عنده مصاري بيشتري ماكينات كبيره، وانت عم تقول ماكينات عاديه. مثل هون الصندوق ممكن انت تفصله وتركبه على كيفك، عم تفرجونا اياه. طبعا هن قالوا انه منزلين 30 ماكينه، بس يعني ماني شايف ماكينات جديده، كلها مدوات زراعية، كلها ماكينات مكررة، ما في أي شيء، بس مختلف الشكل والحجم. بنشوف هلا شو عم يصير هون. هون هي الماكينة اللي بتلم العشب عنا حدا، بس هي الماكينة الوحيدة الحلوة، إنه هون عندك البكرة بتلف اللون البنفسجي والبكرة بتنزل على اليمين. أنا أساسا هي البكرة كلها على بعضها ما بطيخها، لأنه لمتها من الأرض تذبح. هون عم فرجونا القطار، بس سبق ما هنالك نفس الشيء تاني، واتوقع خلصت الهرار. خلص 10 ثواني 3 ثواني عليك وخلص. طبعا هذا هو، طبعا هون سعره 100 ليره تركي، يعني ما يعادل بالنسبه لعندكم يمكن اتوقع 20 دولار او 15 دولار، ما متاكد شو الرقم اللي بيكون، بس بالنسبه للتركي شي 12 دولار هيك شيء. يعني هي لعبه تانية خالصة، يعني انت تروح يجي يشتريها خلاص، يروح يشتري لعبة وخلص، بيبيع جبلية كليا. حلو، يعني انه فيها بهي، انه فيها ميزة انه التراكتور يطلع على صخر. حلو، انه في صخر كتير والتراكتور فيه شلون دواليب، يعني شوف هذا شلون هيك صاير الدولاب والباخيات سيويات. حلو، اذا في شيء جميل ما بعرف خيو. يعني التقييم الناس حطت عليها متوسطة 50% وصافيها الناس، يعني ما كثير الناس حبت اللعبة أو حبت هذا الدور، فلذلك أنا منتظر رأيكم وأفكاركم نشتريها ولا لا. تمام، وهلا خلينا نروح على اللعبة تبعتنا. طبعا دخلنا بعد انتظار ما بعرف كم دقيقة، نحن عم ننتظر لأن صرنا زمان ساحبين على القناة. طبعا أبشركم في شي مشكلة صارت معي في آخر مرة، بس خلينا نفرجيكم إيش اللي صاير بالأرض. تذكروا اخر مره احنا حصدنا الارض على ما اتوقع صح؟ صح. وعلى ما تذكروا انه اوه في هون مشكله هون بالماكينات، اي صح صح صح، وفي هون مود يمكن انحذف، ما بتذكر ايش اللي صار فيه. المهم هذا اللي كنا بنصنع فيه اوبا كذا ماكينه رايحه هون، الله. هون المود اللي كنا بنصنع فيه المواد اللي بيستخدموا للبخر. وهون كان في عنا معلف ماكينة تنظيف البطاطا، واساسا بفرجيكم شو بيها البطاطا، وما بعرف وين راح المودات، مع انه المودات مثل ما هي اللعبة ما تغير فيها شيء ابدا، بس صار فيها تعديس
طارت نص المودات. وات ذا فك، هذا المود وين راح؟ هما فيهم مود تاني هون اللي بيصنع السماد. نعم ايش اللعبة، كل ما نحدث المودات بتخرب اللعبة. والله هذا مو كلام، هذا مو كلام، والله هذا مو كلام، هذا مو كلام ابدا. اما ايش كل ما بنحدث اللعبة بنروح نرجع بنلاقي شغلات طايرة. طيب بنروح على اخر الارض اللي اشتريناها على اساس كنا بدنا نورجيكم ايش بدنا نسوي فيها، اللي طلع حاطين حواجز كان يدخل على نقطة عسكرية يعني. من هون طلع اليمين، يلا يلا روح من هون نشوف ايش بدك معنا. اخر اشي اذا تتذكروا كنا هون عم نعمله بهاي الارض اللي هو ركبنا بيوت بلاستيكية هنيك وشكلها راحت. نعم والله مشكلة هيك، شلون هيك عم بتروح المودات؟ نعم والله العظيم كان ركبنا هون بيوت بلاستيكية، بس بعدين كنسلت انا اساسا بيوت بلاستيكية ما بديها لانه علف قلبه وبسرعة يطلع المحصول. ايش انا ما عندي غيرها؟ يعني هاي اللي بلش لعبة جديدة بنزل بيوت بلاستيكية، بس انا صار لي زمان ومعي مصاري عندي اراضي كثير. فلذلك هلا بدي اروح اجيب ماكينات ونبلش اول شيء بنشيل العشب كله عشان ما يروحوا من ايدينا، تمام؟ هاي اول شيء نعمله. ثاني شيء نعمله بس قبل ما نروح نجيب العشب، او يلا نروح نجيب العشب، ماكينة قص العشب نحصدها كلام، وبعد ما نحصدها راح اجيب ماكينة ثانية اللي هي راح تساعدني انه تخلي الارض تنحرث، تمام؟ تمام. طبعا مع الاضافة انا راح اشغل هدول الماكينات هون، مع انه ما بدي الفيديو يكون طويل بس اتس اوكي. تمام هلا بنروح بنجيب ماكينة قص العشب اللي هي هاي، تمام؟ رح نبلش اول شيء نقص العشب كله. اوه انا عندي عشب كثير يا الله والله العظيم. طب اليوم رح اقص العشب وراح احاول ان الاقي المود يلي نحذف فيه هذا الماكينة تحويل العشب لهاي ومن هاي لما بعرف ايش، فلازم نلاقيها ولا اقولكم بلا نقص العشب. يلا بنشغل قص العشب وبعدين، مع انه هو نيك يحتاج ماكينات بشكل منفصل اساسا، يعني انت لازم تحتاج نيك ماكينات كميه كبيره، بس يعني نو بروبلم من مره بدون ماكينات. طبعا اول اشي انه انا بتذكر بالمره الماضيه قصيت الارض وسويت اشياء كثير. هنا اول اشي رح اخصم الارض بشكل منتصف، تمام؟ فيها خطين منتظمين، تمام؟ هي اول اشي لازم نعمله، مع انه هو لازم انا بسويه بالماكينه الثانيه، بس معلش. ايش رح نشتري من الشوب؟ سؤال جميل جدا، رح تعرفوا ايش رح نشتري. طبعا بعد ما خلصنا كل اشي بنروح نشتري، اول اشي نشتري المحراس. وين المحراس؟ تمام هون تجيب التول، اتوقع ها هي. يس ذس از 130,000 سعرها. طيب رح نستأجرها نحن لأنه ما لنا حاجة لها أكثر من، طبعا هاي الماكينة بتحتاج ل 400 ل 450 400 ل 450، تمام؟ فهي تحتاج من التراكتورات اللي بيجوا القياس الكبير أوفر بكذا، حتى مو يعني هذه أوفر جدا. يعني شوفوا حتى هاد بدك تعدله لأنك تسويه مناسب لها، يعني هذا ما هو مناسب. احنا ما رح نوجه راسنا، رح نستأجره هيك خلصنا. بس ما في غير لون، بس كان لونه اصفر انا بذكر، صاير لونه احمر العادي. ليش؟ الان سنأخذه الى الحصاد. طلع في تراكتور ثاني بس هذا بينته افضل من هذاك. شوفوا حتى الاكتف تبعه سريع، هذاك كان بقلل القلب ليقلق. تمام حلو والله. شو بده دخله لجوا لهنيك ماني عارفين، بس منيح بس خلصنا مثلا نقول له الغي الاجار بيلغي لنا الاجار. خلينا نهدي اليوم نمشي على البطيء عشان ايش؟ عشان ما ندفع زياده. لا كان معلم في تكنيك، في تكنيك. هاي السرعه القصوى 40 نايس. طبعا اول اشي رح نعمله نفتحها. طبعا لون التلاله والطاي، لا مو هاي. هيك اول كرييتيف ليد هي. المهم ما بعرف يا ليمت يا اما هي اللي بالواي يا هي هي ما بعرف. هلا بنشوف انا هي وينهن. بلش يشتغل لحاله الكلام مباشر. هل رايتم هذا يا اصدقائي؟ طبعا نحن عم نشتغلها شلون ما كان، بس بعدين هاي الحروف هيك بنجيب اساسا بسوي عليها خطوط، عرفت شلون؟ هلا رح ازود انا شوي، ازور على اليسار، بعدين بدي اسوي طريق على داير الارض مشان ما نضل نتعذب بالدخل والطلعة، وبيتغطى هذا اساسا. هل رايتم هذا يا اصدقائي؟ شايفين شلون احنا مسوينا استصلاح للارض؟ كنت بفكر اني اشيل العشب، بس لا يعني خلص هيك
اوكي هلا بعد ما نخلص نجيب من ماكينة البذر ونبلش نبذر. طبعا راح نجيب ماكينات كبيرة، ومثل ما قلنا لكم نحن عم نزور اليسار عشان نرجع نرصفها، يعني مع انه مزورها كثير يعني ما بده كل شيء اوفر يعني انا اساسا بهالعرض هاد بخلي مجال للسيارات واكثر شوي بس، يعني ما راح اتعذب بكره لما اجيب سياره كبيره اضل 3 ايام مبلف فيها او اقرب نص المحصول كرمال لفتي فيها، عرفت شلون؟ وعشان هذا التوقف معي وقت ما بعرف شو شغل. وبيكون وصلنا لهون لنهاية الفيديو، لأنه صراحة تعبت يعني ترى فرجيكم شو أنا اشتغلت. شوفوا شو حتى الدولاب بدنا نلفه أسرع. شوفوا يعني هلا أنا هيك حددت الأرض، إن شاء الله بأسبوع الجاي الفيديو الجاي بنكمل بنشيل الأخضر هذا كله، وبعدين بنسوي حدود دائرية له ونقسم الأرض قطعتين، قطع يمين قطع شمال عشان نسويها مربعات، ونشتري حصادات اكبر ونبلش نشتغل ان شاء الله. وكون هون وصلنا نهاية الفيديو. شكرا لحسن المشاهدة وشكرا لكم لو وصلتوا هاي الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم السبت عن محاكي المزرعة، وكل يوم فيديو جديد عن لعبة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.